زوروني بالسنة مرة أخرى، تنسوني بالمرة، زوروني بالسنة مرة أخرى، تنسوني بالمرة أخرى، تنسوني بالمرة. أنا عملت إيه فيكم تشاكوني أشاكيكم؟ أنا عملت إيه فيكم تشاكوني أشاكيكم؟ أنا اللي العمر ده ديكم خراب، تنسوني بالمرة خراب، تنسوني بالمرة. مساء الخير، بعدنا مع رابعة، ضيوفنا لليلة سعادة النايب مصطفى علوش، الامبراطور ميشيل الفترياديس، الفنانة نادين صعب، ستاند اب كوميديان انطوني سلامة، والمخرج عادل سرحان. تحية كبيرة لرابعة الزياد. مساء الخير، كيفكم شباب؟ كيفك زياد؟ تمام. بعدك من الأسبوع الماضي مشوب؟ بعدني مع رابعة من الأسبوع. هيفا؟ بعدك مشوب من حلقة هيفا؟ فلت دوماج، فلت وأخذت قلوبنا معها. بس هي حتضلها معنا بقلوبنا. طبعا أكيد. إيزابيل خبرني شو كانت ردة فعلها؟ إيزابيل على اللي صار؟ لا هلا يعني هي بتعرف انه اذا بدك انه كنا عم نحكي عن جد، مش انه كنا عم نمزح. مش عم نمزح عن جد. اوكي، بتعرف هلا في دراسه بتقول انه لازم كثير تعبر عن حبك للزوجه او للحبيب، لانه اذا عبرت عن حبك كثير هالشيء بيرتد عليك صحه وجمالا ونضاره الى اخره. هالقد بتعبري له لزاهي يعني؟ انا كثير بعبر له. فقد ايه بتعبر لها لحب لايزابيل عن حبك؟ من بين علي بعبر مرة بالسنة. بس بتعرف هلا لانه يعني اللي صار بدك تعبر لها كثير. إيه لا لتكفر عن ذنوبك. مش عن ذنوبك، كرمال اذا إيه؟ اذا عن جد الواحد بيكون بحالة افضل من الليلة. اذا بدك هلا شباب تليفون بركي بيتصل بايزابيل بعبر لها. ايزابيل بحبك كثير عن جد، بحبك. يالك يا ايزابيل قدام كل هالملايين. فرق بتعرف قبل مرة قال لي اياها زاهي على الهواء، فهيدي ثاني مرة من بعدي، يعني بعد ما حدا عبر لي حدا بيعبر لها. هو البروجرام هيدا واضح انه في كثير ناس احاسيسهم الجياشة بتطلع فيه يعني. هلا اذا اي حدا من الشباب كمان بحب يعبر عن كمان الكل. هلا بدنا نشوف اذا سعادة النائب مصطفى علوش كمان بده يعبر عن ولمين حبه. ولمين؟ يلا. مساء الخير، حلقة جديدة من وبعدنا مع رابعة وضيوف جديد منوعين مثل العادة، وسهرة والعانة مثل العادة، أجواء كتير حلوة. اسمحوا لي رحب بالضيف الأول لليلة، سعادة النائب السابق والقيادة في تيار المستقبل دكتور مصطفى علوش. أهلا وسهلا فيك. صوت العالي بالسياسة طاغي على صورته، بس النايب السابق والقيادي بتيار المستقبل مصطفى علوش له أوجه تانية. هو الجراح اللي ما بفوت على غرفة العمليات بدون موسيقى، وما تأخر حتى بأيام الخطر عن تلبية مرضى. هو بطل لبنان 6 مرات بالجودو، بالإضافة لأنه أب لعيلة بتعرف طريقة للنجاح. ضيفنا اليوم رح يساعدنا نرسم صورته بالسياسة وبعيد عنا. اهلا وسهلا فيك، رح تساعدنا الليله لنفهم اكثر هيك الاوجه الثانيه، الحب، الغرام. كنا عم نحكي انا وزياد انه بدك تعبر عن حبك لمين الليله؟ الليله اذا بدي غني اللي بدي غنيه رح يكون لبنتي. لبنتك مش لزوجتك؟ لا هيدي بالذات الغنيه خاصه فيها، لانه وقت اللي كان عمرها 3 سنين او 4 سنين حفظتها للغنيه وصارت تغنيها. انت بدك تغنيها؟ انا رح غني لها اياها.
اوكي، هلا بنسمع الغنية اللي حابين نسمعها كلنا، وانت اكيد حابب تسمعها حضرتك سعادة النائب، نرجع بنغني بعدين. ماشي. اسمع. رق الحبيب سعادة النائب، لوين رحت؟ هذه بالحقيقة ردتني على أيام كنت بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا أم كلثوم عشرة عمر أنا وياها، يعني عايش مع بتفاصيل أكثر ما تصوري، يعني بعرف الغنية مين ألفها وبأي ظروف والكاتب، والكاتب شو كان ظروفه بعد لحد هلا. ايه. فكنت مغترب بفترة من الفترات بالولايات المتحدة الأمريكية، كنت عم بعمل اختصاص زيادة بالجراحة. فرحت عند محل عربي وطلبت شو في عنده سيديات بهذيك الوقت، اول ما كان طالع السيديات. قال لي في عندي رق الحبيب، قلت له رق الحبيب غنيه جديده علي. فرحت حطيتها بالسياره وبقيت بالسياره على سنتين. بقي كل الوقت السيدي كل الوقت دايره دمعه بعيونك بالتابلو، يعني بتابلو السياره مش صحيح. بال قال بقيت بالسياره سنتين ما فتحت. لا لا بقيت بالسياره عم تدور عم بمزح. عم يسمع. قلت لي بدك تغني غنيه لبنتك. لا هي بالحقيقه هيدي الغنيه بالذات قد ما كانت تتردد بالبيت، فبنتي وهي عمرها 3 سنين او 4 سنين صارت تترددها وتغنيها هي منها لحالها، مع انها غنيه صعبه كثير. مظبوط. فكانت تغنيها وما تعرف الكلمات حتى، يعني ما تفهم الكلمات شو هي. فلهيك هلا اليوم هي نجحت بالبروفي. اوكي طب خلينا نسمعها منك، تقول لها مبروك. انا صوتي بالمقطع اللي صوتي بتحبه مش حلو. بنتك ماشي الحال. طيب. زياد هيك بيدعمنا والمشاهدين عاذرينك. كلثوم يعني اللي صوتها حلو، يعني صوتك منيح بالسياسه معود سعاده النائب. صعب علي من هون نصل. انا صعب علي أنا أحسن أشوف في المنام غير اللي يتمنى قلبي غير اللي يتمنى قلبي غير اللي يتمنى قلبي غير اللي يتمنى قلبي. فضلت أستنى واسمع كلامي معاه، فضلت أستنى واسمع كلامي معاه واشوف خياله قاعد جنبي، واشوف خياله قاعد جنبي. فضلت استنى واسمع كلامي معاه، فضلت استنى واسمع كلامي معاه واشوف خياله قاعد جنبي.
واشوف خياله قاعد جنبي. فضلت استنى واسمع كلامي، فضلت استنى واسمع كلامي معاه واشوف خياله قاعد جنبي. يعني هيدي احلى هديه. اذا بروفي وهلا بالترمينال بكره. لا ساعتها بنغني لها رباعيات الخيام. يلا عقبال عقبال النجاح يعني بكل شيء بتعمله بحياتها وحضرتك كمان والعائله. سعاده النائب، حضرتك من عائله مختلطه بالزواج. اجمالا نحن من امي علويه بي سني. اخواتي مجوزين زواج مختلط كمان شيعي وفرنسي. فرنسي. يعني شو موقفك من قانون الاحوال الشخصيه وقانون العنف الاسري انطلاقا من هالبيئه اللي اولا فيها؟ انا على الرغم من انه الجهه السياسيه اللي انا بنتمي لها ملتزمه بقرارات مختلفه، ملتزمه بشيء، انا بشكلي الشخصي بعتبر انه مساله حق الزواج بالطريقه اللي بيختارها الواحد وانه بلده يوفر له هذا الزواج، هذا الحق، وخاصة الزواج المدني الغير الزامي، هو حق إنساني، حق بالحرية الشخصية، فمش لازم، وحق الحرية الشخصية أيضا أنه يختار الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي أو أي زواج بيختاره. فلهيك أنا بعتبر انتقاص من حرية الفرد أنه ما يكون هالزواج مسموح له. والمراجع الدينية يعني عم بتضد ضد قانون الأحوال صحيح. الشخصية. صحيح. أنا عم أقول لك أنا بعتبر أنه فرض الزواج الديني على الشخص الراغب بالزواج المدني هو ما بيزيد شيء في من دينه، بالعكس بيكون عم يجبروه انه ينافق بهالمسائل هيدي. والنفاق على الاقل بالدين الاسلامي هو ايضا من الكبائر. فلهيك انا بعتبر انه ترك الحريه وساعتها هو وعلاقته مع ربه شو بده يكون الموقف بالاخر. ساعتها نائب منتابع لك كثير من الكتابات والمقالات، دائما بتستشهد ب يعني شعر. قول او بيت شعر. صحيح. قديم او حديث، قد ايه متاثر بالشعر ومين شاعرك، خلينا نقول مين الاثير هيك لقلبك؟ انا متاثر بالادب بشكل عام، ولكن الشعر في له أهمية كبرى، خاصة الشعر الموسيقي اللي فيه موسيقى الكلاسيكي، يعني الكلاسيكي، ولكن أوقات حتى مقفة. شعر الحديث يعني شعر أنا أحمد درويش، محمود درويش. شعر محمود درويش بالنسبة لي فيه موسيقى، يعني على الرغم من أنه شعر حديث. في شعر استشهد على كل حال ببعض أقوال بدر شاكر السياب، في كثير شعر غير موزون له، ولكن شعر جميل جدا موسيقي جدا. بس الفخامة والجمال لشعر أحمد شوقي، المتنبي، الشعراء بشكل عام القديمين، سعد الصغير. هلا عن جديد مين؟ سعد الصغير. دكتور علوش، بس بدي اسالك، حضرتك بتلعب جودو يعني لكذا سنه، كنت اخذت الحزام الاسود معي خمسه دان بالاسود وخمسه يعني الله يسترنا الليله. بكون بالسياسه بتلعب المفتي جودو؟ المفتي الجودو بكون. بالسياسه بتلعب جودو او بتعمل عمليات جراحيه؟ يعني التقنيات العمليات الجراحيه بتستعملها او تقنيات الجودو الجودو بالسياسه؟ الجودو علمتني شغله، كيف ما اوقع بالمشكل، يعني على عكس ما الناس بتفكر، الالعاب القتاليه خاصه بس توصلي على مستوى معين بتخليك تقدري تعملي كنترول انه ما يصير في مشكل معه الواحد، لانه بيصير في سيطره على النفس والانفعالات بشكل مباشر. بس هيدا الشيء مش مبين بالسياسه، يعني ما في دائما سيطره على النفس وعلى الانفعالات. لا انا بالعكس، انا مقصود اللي بعمله بالسياسه، انا بتصرف بالسياسه كجراح، لانه بعتبر انه استئصال الورم هو افضل من العلاج اللي ما بيجدي. بس الجراحة أو الطب بشكل عام بده حكمة. نعم. يعني الخطاب الحاد، الخطاب العالي النبرة، هو أحيانا بنشوفه بعيد عن التصرف الحكيم. أنا ما بسمي خطاب عالي النبرة ولا حاد، بسميه تسمية الأمور بأسماءها. أما أي شيء تاني بيسمى التقية،
وانا بعيد كل البعد عن التقييد. الموسيقى سعاده النائب، بتسمع موسيقى، بنعرف انه انت عم تعمل عمليات وهلا بعدك جاي من عمليه كمان جراحيه، بتسمع موسيقى الحمد لله على السلامه، بتسمع السيده فيروز وبتسمع مش انت كنت بالعمليه، انت كنت عم اذا بتحب تفضل مشي معي بدق لك عود خلص. شو بتسمع انت عم تعمل عمليات دكتور؟ هلا اجمالا بنبلش بالتدرج شاكيرا. هلا على فكره انا كثير بتعجبني الاغاني تبعت شاكيرا بغض النظر، بس منو ستايل تبعي، لكن خلينا نبلش بالكلاسيك اللي هو فيروز بالتاكيد. بتبلش فيروز، فيروز بعدين بنتهي بام كلثوم، ولكن ممكن عبد الحليم، عبد الوهاب، ما بينهما يعني، ممكن بس عبد الحليم انا كثير له بقلبي يعني. انا بحب هالصوت الرقيق وبنفس الوقت المعبر، وحتى الخيارات اللي كان يعني مثلا في غنية يعني في اغاني بتحسيها بتفوت على القلب بدون اي ما يضطر الواحد يفتح البيت. خلي السلاح صاحي مثلا. سعاده النائب بس عسيره الاغاني، في اسئله قصيره بس بشكل كثير سريع، بدي منك غنيه لكل اسم بقول لك يا دكتور علوش. شو بتهدي سمحت السيد حسن نصر الله غنية؟ ولو هيك بتطلعوا منا. اوكي. الشيخ سعد الحريري. يا ابو المرجلي يا ابو المرجلي. الوالدة. ما في مش يا مسافر وحدك وفايتني. امي يا ملاكي. طرابلس، شو بتهدي يا غنية؟ رق الحبيب. الله. هلا رح نحكي اكثر عن الفن مع فنان هيك من راسه لاجريه مثل ما بيقولوا. سوا بنرحب بميشيل الف تريادس. اهلين ميشيل، كيفك امبراطور؟ مرحبا، كيفك استاذ؟ عم يوضع اللمسات الاخيره على مسرح الميوزيك هول 2 بدبي، وبيحضر لألبومات فنانين كتار منهم حنين والأخوين شحادة والتنور الإيطالي تينو فافازا، وعم يكتب كتاب عن فكره وسيرته. بس مع رابعة قبل ياخد بريك ويشرفنا بحضوره الإمبراطوري سمو الإمبراطور ميشيل الفترياديس إمبراطور نويرستان معنا الليلة تيخبرنا لوين وصل توسع إمبراطوريته نويرستانية والفنية. أهلا وسهلا فيك. شو هالحلو؟ ثانك يو. مش كثير اوريجينال. لا اوريجينال. بتفكر تلبس هيك دكتور؟ لا شو مرة؟ بس هذا ستايل. يعني بيرجع قصة اللبس هي لها علاقة مع الشخص، يعني اللي بيقرب على الجسم هيدا شغله الخاص. أيه. ما له علاقة. قد ايه بيعبر عنك لبسك ميشيل؟ شو بدك تقول لما تكون هيك؟ يعني مش تقول شيء، يعني ما كثير بشتغل على السيمبوليك تبع الثياب قد ما يكون شيء بيريحني. هذا اكيد في قصص من اللي كنت بحب اعملها، مثلا ما بعرف يمكن اليوم بلبس اوقات هيك قصص على عسكري، لان كنت بحب اكون ضابط بالجيش. ويمكن كنت صرت، يعني انا فت بالجيش على اكثر من سنه، وفي قصص استوحيتها من المعشر تبع الغجر، في قصص انا عاملها مثلا مثل هذه الجيليه، هي ستايل في شيء امبراطوري كمان بلبسك، لون الفولار. يوم فولار يعني شوي امبراطوري، وفي كمان الثورجي بذات الوقت. ثورجي، هلا نحن بزمن الثورات ميشيل. لا انا بحكي عن غير ثورات، انا يعني شيء مختلف. ثورات تبع 1917. طب 45 يوم لتقبل الطلب على نويرستان؟ لا ما في حدود. اللي بتقرر تينا باور يلي هي سويسرانيه، هي مسؤوله عن الكوميتي تبع التجنيس. أوكي. بتدرس الملفات، اوقات بتاخذ كم يوم، اوقات بتاخذ اشهر، حسب قد ماشي بشغله. اوكي ميشيل، نصحتنا او خبرتنا وعدتنا بحمله اعلانيه لنويرستان، ما صارت؟ بلا، صارت بانويات. البانويات بس مش هيدا، يعني هيدي هي الحمله، انه كنا متوقعين شيء اطول. لا انا وين وعدت ما بعرف، يعني انه انا قلت انه في حملات مستمره. يعني هلا في دعايات بفرنسا، في الكتاب رح ينزل قريبا عند اهم نشر بفرنسا على اوكي. هي موزعه يعني بعده. هي مستمره، لانه ما بعتبر انه شغله، يعني مش مثل انا ببيع عصير، يعني بس تقرب الصيفيه بدي اعمل حمله، لانه بس تخلص الصيفيه بيبقى ستوك العصير. وعدنا كتاب يشرح عن تجربتك، نظرتك، حياتك. لا كتاب بخبر عن نويرستان، في كتاب
كان محضر مفروض ينزل هلا ولكن اجلته نظرا لشو عم بيصير بسوريا. ليه؟ تجربتي شو دخل تجربتك ونظرتك ونورستان باللي عم بيصير بسوريا؟ لا، كتاب نورستان رح ينزل بالخريف، وكان في كتاب مفروض ينزل هلا عن مرحلة لما كنت انا المسؤول عن الحركات الموحدة للمقاومة، بخبر القصص اللي صاروا معنا والمشاكل يلي واجهتها وقتها من سنة 91 ل 93 لما رجعت نفيت من البلد. بقى هيدي الفترة فضلت اجلها لانه هلا مش وقتها. اوكي، يعني بال2007 ميشيل اطلقت حملة للندفع، هيدي الحملة اللي يعني انحكى عنها كثير بوسائل الاعلام كنوع من العصيان المدني حتى ما تدفعوا ديون. بعدك ما بدك تدفع، وين صارت مبادئك بهالموضوع تحديدا؟ مش انا اللي ما بدي ادفع، انا كنت عم بدعي وقت الشعب اللبناني انه يوصل باخر مرحلة انه ما يدفع كعصيان مدني بحال الحكومة عم تعمل شغلة ضد مصالح الشعب. صحيح، مفهومه، ولكن في نظريه مش انا المخترعه، يعني طالعه من 80 سنه، من 1927 طالع فيها عالم اسمه الكسندر ساكس يلي استعملتها اكثر من 30 دوله، واخر دوله استعملتها كانت الاكوادور على نصيحه مني. يعني انا بعت للرئيس كوريا مكتوب فسرت له انه هالنظريه يلي كنت برهنت انها بتطبق على ديون لبنان بتطبق كمان على الاكوادور، والاكوادور طبقوها بالاكوادور وبلبنان ولغيوا ديونهم بلبنان. لا، ما طبقوها. طيب، هيدا الشيء بخلي الناس انه بتطلق حمله، بتطلق هيك امور، بدي نزل كتاب، يعني ما تاخذك على محمل الجد ميشيل، ما تزعل مني. لا، انا مشيت بالاخير على الحمله، اللي ما بيتاخذ على محمل الجد هي الحكومه والدق والمسؤولين بلبنان يلي بيكون في نظريه بتامن حل لمشكله مستعصيه بلبنان، لعل اكبر مشكله بلبنان، وما اخذوا فيها. انا اللي علي عملته، انا ما شغلتي انه اجبر الحكومه انها تمشي بالقرار، انا قدمت النظريه، هن قرروا ما يسلموها. نورستان ماشي فيها باخر احتفال لنورستان بالعيد السادس للخامس لنورستان، كان في 20 سفير، منهم السفيره الانجليزيه، السفير الاسباني، السفير اليوناني، يعني السفير القطري. يعني في سفر دول اعداء ممكن من ضمن اللي بتعتبرهم حضرتك دول اعداء؟ مين دوله عدوه؟ انت ما بتعتبر اللي عديته مين دوله عدوه؟ اليونان اكيد مش دوله عدوه. دول او كل الدول هن اعداء قبل ما تروح. اذا بدك اعداء ما بستعمل يمكن هالكلمه، ولكن انا الهدف الاكبر هو اسقاط ال 192 دوله المعترف فيها. فاذا كل الدول اعداء مفروض، يعني ايه، بس مش انه عدو، مش انه محطط على حدا، هلا في منهم اعداء اكثر. شو موقف نورستان من اسرائيل؟ من دولة اسرائيل؟ اول شيء منا دولة اسرائيل، لا، من الكيان اللي اسمه على راس اللائحة، لانه هيدي بسموها بالفرنسية ابيراسيون، يعني هيدي اذا بدك تركيبة تتحدى الخيال. يعني بفتكر بعد 100 او 200 سنة لما رح يدرسوا التاريخ ويشوفوا كيف اخترعت هالدولة رح يقولوا العالم كانوا مجنين. يعني مثل ما هلا نحن بنشوف انه كان في العاب السيرك عند الرومان انه يفلتوا اسودة على الناس تيتسلوا، رح بنشوف اطفال ابنائنا واحفادنا نحن شايفينها من هلا، ولكن العالم كله رح يشوف انه جيب عالم شعب يقول لك انه من 2000 سنة من دون اي براهين انه هن كانوا هون بالمنطقه، ساعتها لوين رايحين؟ يعني انا في روح هلا طالب بكونستانتينوبل اللي هي هلا اسطنبول، لانه انا اجدادي بيزنطيين كنا هونيك، وفقط سقطت اسطنبول من 500 سنه كانوا عم يحتفلوا فيها الاتراك من كم اسبوع، ونحن طردنا من هونيك من 80 سنه. بقى اذا هن بعد ب 2000 سنه من دون اي براهين، يعني بينبشوا بيلاقوا شقفه حيط من محل بيعملوا حفريات، نحن بعدها كاتدرائيه ايا صوفيا اكبر كاتدرائيه بالعالم باسطنبول، واكبر كاتدرائيه ارثوذكسيه وموجوده بنص دين اسطنبول، في ملامح وين ما كان تابعه للحضاره البيزنطيين. ولا انا بروح بقول لهم انه في غزاة يلي هن العثمانيين اجوا واخذوا ارضنا واستحلوها، بدي ارجع انا استردها، ليه لهم حق اليهود وانا ما لي حق؟ طب ميشيل، يعني سؤال كثير يمكن بينطرح، حضرتك مع الثورات، مع المهمشين، بذات الوقت بتعيش حياه فيها كثير ترف، سيارتك اللي شفناها يعني على الانترنت او انه سياره كثير حلوه يعني وكثير ثمينه، الله يعني ما بدنا نحسك على ثروتك، بس هيدا الشيء يتناقض مع الشيء اللي بتدعي له. انا اللي في ناس بتفكر انه تنقدر نحصل على المساواه لازم نفقر كل العالم، انا بقول لا، لازم نرفع، يعني انا رفضي الثوره بتجي من انه برفض انه يكون في فقر لهالدرجه. هلا انا مني مع المساواه بالمطلق، يعني ما معقول واحد يكون بدنا نقول نشيط كثير وذكي يكون عم يقبض قد واحد ما كثير ذكي وكسلان.
بس مظاهر الترف انا اللي عم بقصده، مش عم بحكي عن نظرتك للمساواة والعدالة الاجتماعية، ولكن هالمبالغة بمظاهر الترف لا سيادتي منا اغلى من غيرها، ولكن استفهام مجاهرتك انك انت شخص منك ديمقراطي او ما بتحبذ كثير الديمقراطية. انا ضد فكرة الديمقراطية لاسباب، ونصب حالك امبراطور كمان، ما عم تسقط هلا الامبراطوريات وعم يسقط الحكام، يعني في مطالبات باسقاط الانظمة والحكام. كلمة امبراطور نقيتها لأنه أول شيء كان بدي لاقي لقب لإلي، بقى كان في يكون مثلا الأمين العام، ولكن بتقدر تكون تعطي على الشيوعية أو على حزب الله أو على غيرهم. قلت أو على تيار المستقبل في أمين عام كمان أستاذ أحمد الحريري. اكزاكتومون، بقى قلت هيك رح نقي لقب، وبما انه كلهم ببلاش خلينا اضرب بالعالي، اخذت امبراطور، يعني لو في شيء اعلى من امبراطور كنت اخذته كمان، ولكن انا امبراطوريه رفض الامبرياليه، يعني مع انه الامبرياليه جاي من امبراطوريه. طب الامبراطور امبراطور ببيته كمان وعمرته وعولاده؟ لا ابدا، لا ما خصني يعني بالموضوع، ماني يعني اذا بدك امبراطور مثل قلت لك كعنوان، ولكن انا بعد حالي اللي وضع فلسفه نورستان يلي تحت عناوين فيها تبين مثل انها تسليه، يعني جادجت شوي او جيميك، في قصص جديه. انا مع انه نقدم افكار جديه وفلسفيه بامبلاج اذا بدك خفيف ومهضوم، افضل من يلي عم ببيعه محتوى خفيف ومهضوم واذا بدك اهبل حتى، بس بطريقه باكجينج كثير جدي. يعني بتلاقي اوقات ناس بيبقوا لابسين كتير جديين وتصرفاتهم كتير جديين على التلفزيون، عم بيقولوا سخافات. اوكي رح نتابع معك ميشيل ومع سعادة النائب بعد ما نتوقف مع فاصل.